السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوتي خواتاتي، ما نطولوش عليكم. بزاف الناس كيسولوني على هاد الكريمة هادي، كيقولوا لي أنا كنجيبها وكنبيعها للناس، كيقولوا لي أختي هاد الكريمة هادي واش مزيانة، واش فعالة، واش عندها شي منافع. اختي هاد الكريمه هادي اش نقول لك، هي زوينه، انا تبعتها وكنستعملها مره، زوينه اختي زوينه. انتم كما كتشوفوا زوينه اختي، وهي كتبغي ديريها تقريبا واحد نص ساعه عاد تخرجي. انتم كما كتشوفوا هي زوينه في التفته ملي كديرها في الوجه ديالك، كما تنقولوا التاندي، هي كديرها والبشره ديالك تدير وجهك كيتغطاو فيها الا كانوا شي شوائب ولا كان شي انقطاط ولا كان شي حاجه كيتغطاو. وكما تنقول لكم هي زوينه والثمن ديالها زوين وجد مناسب، وبزاف الناس سولوني عليها. ها هي، راه هي هذه البنات، انا اللي كنحط معكم فيديو كما تنقولوا، انا هي البيع والشرايه اللي كنجيب اي حاجه، لما عن سوبيرات، طباس، المانطات، بواطات، انا كنقلب على الرزق الحلال، وانا كنبنت عم مع ولادي، وانا واحد السيده لانني ما عنديش شي راس المال كبير، وحتى انا يلاه باديه، وحتى انا كنطلب الله سبحانه وتعالى حتى انا نوصل داك الحلم ديالي اللي بغيت. ولهذا كنمشي كنجيب بحال هكا شي حويجات بحال هكا الناس، وكندير ثمن زوين، ولكن شي حاجه زوينه من بلاصتها ومضمونه بالتاريخ ديالها وبكل شيء ديالها، ماشي انني غير نخلط ونجيب شي حاجه الناس، لا ما يمكنش. هذه راه شحال من وحده عدتها من عندي والحمد لله عجبتهم. وعلاش حطيت هذا الفيديو بالذات؟ حطيتو الناس اللي قالوا لي عافاك صوريها لنا وريها لنا، هاني درت لكم فيديو عليها وهانتوما كما كتشوفوا فيها. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون خفيف على قلبكم، انكم ما تنساونيش من لايك واشتراك وتفعلوا الفيديو ديالي وتكملوه من الاول حتى الاخر، وتشاركوه مع خوتكم وصحابكم واحبابكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.